اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريم في بلاد الامريكان. وطبيعي كل حلقاتنا احنا الفتره دي في العربيه باعتبار ان احنا ايه قاعدين هوملس. المهم يعني طبعا من الحلقات اللي كانت حلوه كان رد فعل حلو جايين امريكا دي، وكان ده اعتبار كل الفيديو كان معمول على الاطفال. فانا النهارده انا طلع لي حسنه زي امي هنا. لا مش حسنه، شكلها حسنه هيطلع عندي حسنه زي امي. يعني امي عندها 3 حسنات هنا، فانا هيطلع عندي حسنه واحده، هيطلع لي حسن زي امي، هيبقى شبه امي. بس ف احنا جايين امريكا ليه؟ الكلام النهارده هيبقى للزوج والزوجه. انا جاي امريكا اشتغل واشقى ومعرفش حاجه عن بيتي وعيالي، ومرتي هي اللي تبقى شايله الحمل كله. ممكن تكون قاعده في البيت، ممكن تشتغل شغل بارت تايم، وانا معرفش حاجه عن العيال، معرفش اي حاجه عنها. هي في مثل امريكاني بتقول لك الست لابسه البنطلون. يعني ايه المثل ده؟ وومن وير بانس، يعني هي الست اللي قايمه بدور الست والراجل. وهنا معروف، هنا في يعني حاجة بيقولها الأمريكان، مش معنى ان هو راجل متحكم في كل حاجة او ست متحكمة في كل حاجة، هو ان هنا الحياة مشاركة. احنا الحياة مشاركة، يعني هنا البيت ما يقومش على راجل بس وما يقومش على ست بس. يعني ما يقولك سنجل مام ولا سنجل، ده بيبقى بياخدوا تعاطف جامد لان هو بيبقى بيدير المسؤولية دي لوحده. لكن احنا هنا المفروض شركة، احنا جايين سايبين اهالينا، سايبين بلادنا، سايبين كل حاجة، وجايين نبتدي حياة من اول وجديد عشان نكون مع بعض، قلبنا على قلب بعض. ان في مشاكل زوجية بتحصل كتير جدا، ولا العيب على الست ولا العيب على الراجل. ليه يا جماعة؟ بصوا يا جماعة، انا كراجل هروح اشتغل شغل، انا هاني بيطلع 4 الصبح بيرجع الساعة 1، في شغل تاني بينزله، ممكن ما بينزلوش كل يوم، مرتين في الاسبوع، مرة تانية. بس هو احنا عشان نعيش مستوى كويس لازم نعمل كده، سبيشال لو انت تشتغل في ريتيل ستور زي حالتنا كده، اللي هو اغلبية الناس بتشتغل في ريتيل ستور. يعني هنيجي نتكلم بصراحة، اغلبية المصريين لما بيجوا، لما الستات بتشتغل في المدرسة والناس والرجالة بتفتح مطاعم، اوبر، مطار كده، ده الناس اللي تشتغل. يعني ايه اللي بقى لما بيعادل شهادته يشتغل في الكاونتي او يشتغل بشهادته؟ ده توتال العموم بتاعت الوظائف. الريتيل ستور زي حالتنا كده، اللي بيشتغل فول مارت، كاسكو، بي جي، ده ريتيل ستور، ده بنسميه ريتيل ستور. فده جدولهم مقلوب، حياتهم مقلوب. احنا بناخد سبت وحد اجازه. يعني انا بعد 10 سنين خدمه في ثانوي انا باخد السبت اجازه، ومش جارانتي، يعني ممكن تغيره لي في اي وقت. فاللي انا بقوله هو مستوى الشغل، هو بيطلع الساعه 4 الصبح بيجي مثلا الساعه 2 ولا 3، او عنده شغلانه تانية بيروح مثلا للساعه. يعني عندنا انا اعرف واحد بيشتغل من 4 ل 1 ويرجع يشتغل من 2 ل 10، ومن بيته لشغله التاني ساعه. فهو بيروح بيته مثلا قول على الساعه 11، هينام ويصحى الساعه 3 عشان يروح الشغل بتاع الساعه 4. انت شايف هو بيعمل ايه؟ بيعمل مبلغ حلو في السنه، مراته قاعده في البيت. في خناقات بقى بينهم وبين مراته، ده فلوسي انا، اعمل ضرايب باسمي وما اعملش الضرايب، لا البيت باسمك، لا البيت كده. الكابت يا جماعه، النهارده الست ما بتلاقيش حد تتكلم معاه، والراجل ما بيلاقيش حد يتكلم معاه، هو دوامه الشغل. انا بتكلم على الراجل لو هو شغال الشغلانتين وعشان يكفي بيته وعشان يعمل بيت كويس وعيال كويسه، وهي قاعده مع العيال بتشتغل مثلا من الساعه 8 الصبح للساعه 3 زي سبستيوت تيتشر ولا اي حاجه، مش هتكلم ان هي تشتغل في مكان بعد الظهر ولا كده. هو بيجي بيبقى مش عايز يسمع خلاص، بيبقى عامل شوت داون. يعني انا دايما انا بشتغل من 2 ل 10، لو قدامي 10 دقايق اقفل الفيديو، من 2 ل 10، ف لازم اكون خلاص، يعني اكون عايزه امشي. باجي بقى خلاص بالليل 10 دي بالليل خلاص بعمل شوت داون، يعني دماغي بيفصل. مش هاجي اسمع مشاكل العيال، مش هاجي اسمع جوزي طبختي ايه ما طبختيش ايه، ايدك في الملح إيه؟ طب عشان دي مشكله الملح، إيه ما بتحطيش ملح ليه في الاكل، حطي ملح ليه في الاكل، ولا الكلام ده. ويوم الدي اوف بتاعي امبارح، انا كنت اجازه، كان يومي اوديت العيال المدرسه، جيت عملت نظفت البيت، طبقت غسيل، قعدت 4 ساعات اطبق في غسيل ساعه ما كنت بكلمكم في الحلقه امبارح، ونزلت وديت عيال تمرين السباحه، ورجعت تاني عندنا شغل في البيت، الراجل جاي يشتغل امبارح. فده حياتنا، طبخت الاكل وكلنا وشربنا ونمنا وخلاص، وده حياتنا. فين الحوار بين الزوج والزوجه؟ مفيش. فين الحوار بين الاب وعياله؟ مفيش. فين الحوار اللي بيني انا كأم وعيالي؟ مفيش.
عندنا حلقة مفقودة. اما هتقولوا لي كل العالم كده، ايوه يا جماعة كل العالم كده، بس احنا لازم ناخد وقفة، لازم ناخد وقفة. ما هو النهاردة لما تحصل حالات طلاق، ليه حالات طلاق بتزيد سبيشال مع اولاد المهجر يعني كتير؟ ليه؟ هل يعني حد من يومين كان بيقول لي انتوا ما عندكوش طلاق؟ لا احنا عندنا طلاق، مش الكنيسة، عندنا طلاق محكمة. يعني انت ممكن تطلق في المحكمة، الكنيسة ملهاش اي علاقة بقى بيك، لانك انت احنا العقد المدني، انت دولة مدنية هنا، فانت هتطلق العقد المدني، مالكش علاقة بالعقد الكنسي. ليه بنشوف الحالات دي؟ ليه؟ ما هو بسبب كده، مفيش حوار. كنت مع ابويا وامي، كان لما هما متجوزين والكلام ده، كان ابويا يجينا من المدرسه وامي تقعد نحط الغدا ونتغدى مع بعض، وكان لازم ابويا يبقى ايه اول طبق يطلع واول نصيب يطلع ابويا، وتقعد تحكي له اليوم ده حصل فيه ايه، تحكي النهارده كلمت فلان وعلان وترتان وست فلانه وست ترتانه وده حصل. بابا ما يعرفش الناس دي، بس ماما كانت بتحكي كده، وانا طلعت كده. يعني انا وهاني احنا ال 24 ساعه مع بعض على التليفون، يعني دايما هم يقولوا معانا في الشغل ايه، سيب التليفون شويه، انا وهاني على طول على التليفون مع بعض، ما بنشوفش بعض. واحد هو يعني انا قبل ما بخلص 10 ممكن يكون نايم، هنتكلم امتى؟ ويوم اجازتي هو بيروح الشغل التاني، فهنتكلم امتى؟ بس في حوار، ابسط الديتيلز لازم تكون معروفه ما بيننا. يعني ما نكون هنشتري حاجه، لازم يكون راينا مع مش راي مع راي بعض. انت ولا هي حكر عليها هي اللي هتشتري، ولا هو حكر انك هو يجبرك انك تشتري ولا ما تشتريش. طالما احنا الاثنين، اصل في ناس يقول لك ايه، اصل هو اللي بيشتغل وانت مش بتشتغلي، يعني ايه حضرتك؟ او هو بيعمل فلوس اكتر منك، يعني هو في حته الفلوس يبقى كل واحد سيبريت. او مثلا تقولي طالما انت مشتغليش يبقى وعايز تدي حاجه لاهلك، يبقى جوزك بس هو اللي ما تجيبيش من فلوس جوزك. انا بسمع كلام يا جماعه، انا ما خدتش على كده. احنا لازم يبقى في تعامل وتعاون ما بيننا. مش جوزي بيشتغل وبيتعب وانا بصرف فلوسي على حاجات تافهه، لا. او هو بيشتغل ويتعب ويقول لك ده فلوسي، لا مش فلوسك، ده فلوس البيت. الزوجه هي فول تايم مام. انا يعني زي ما انا اقولها لهاني ايه، يقول لي انت عارف تشتغلي على مكتب، لما نيجي نتخانق مثلا انت تعملي، انت تشتغلي على مكتب. ايوه انا بشتغل على المكتب، بس انا شغلي كله ذهن مش عضل. انا دماغي بتكون شغاله 24 ساعه. يعني هو ساعات لما بيجي يلاقي مشكله في الشغل وانا برد على التليفون، انت تردي ازاي وانت يوم اجازتك؟ قلت له ما هي لو ما ردتش وتحلت دلوقتي المشكله دي هتعك عليا. فلما هو وصل لمرحله ان هو في شغل ذهني مش عضلي، ستريس بيبقى يعني انا لما ببقى عندي ستريس بتخن، وتلاقوا وشي بيبقى منظر اللي انا فيه ده. بدأ ان انت كمان، هي خلي بالك هي مش هي ممكن تكون بتشتغل بارت تايم بره، بس هي فول تايم ام، بتاكله وتشربه وبتغسله وبتنظف وبتعمل وبتستخسر نفسها اي حاجه علشان توفر حياه كريمه لاولادها. دي الامهات. في امهات يعني في ناس سواء زوج او زوجه، يعني ربنا يسامحنا، دول ما يستاهلوش اصلا يتقال عليهم اب او ام، او زوج او زوجه. في ناس مؤذيه بطبيعه حالتها، طبيعه حال مؤذيه. واحد ما شافش حاجه في حياته كويسه فلازم يطلع مؤذي، واحد مريض نفسي، واحد عايش ما بيحبش غير نفسه. فده اختلافات كتير يا جماعه، مش كل صوابعنا مش زي بعضها. ولا انت زي اختك ولا اخوك زي، ولا انت زي اخوك، ولا انت زي جوزك ولا هو، ولا هي زي اختك ولا انت زي اخوها. ما ده نقطة برضو، واحنا بيبقى سقف طموحاتنا عالي، يعني سقف طموحاتنا والافلام اللي احنا بنشوفها والرومانسيه، الكلام ده افلام مش موجود في الحقيقة. واحنا بنشوف يعني مثلا تقول ده مريم دي عايشة حياتها، شو صبغة شعرها، ده لابسة ايه، ده حاطة ايه، ده جوزها مهنية زي ما الناس بتقال، يعني الكلام بتقال. انت ما دخلتش جوه حياتي وشفتها، انت اللي بتوصلك معلومة من الفيسبوك صورة، لكن انت ما دخلتش جوه حياتي وشفت انا عايشة ايه او مريت بايه. فيعني رفقكم ببعض يا جماعه، انت جاي هنا مش عشان تثبت ان انت اقوى منها، ولا هي تبقى منفرده بالفلوس تقول لك انا بعمل فلوس اكتر منك وانا احسن منك. انا يعني لما بغاز من هنا وانا بعمل فلوس اكتر منك مثلا، يعني دلوقتي هو بقينا زي بعض، قعدت اقول كده لغايه لما بقينا زي بعض،
بس يعني يعني كقيمه الشغل الساعه يعني. كان حد يقول لي ايه بكره لما تشتغلي هتقوي، فانا الكلمه دي والله لغايه النهارده يعني شوف انا بقالي 14 سنه الكلمه دي في ودني، يعني ايه اقوى؟ يعني انا هامنه على حياتي مش هامنه على حاجات تانية؟ انا جايه ما اعرفش حد هنا وامنت وعشت معاه وجيت قعدت معاه بلد غريبه. احنا جايين ليه؟ جايين نقطع في بعض ولا نكون جايين سند لبعض؟ جايين كل واحد بيتضهروا للتاني هو نايم، واللي بينا صورة تتحط على البروفايل بيكتشر بتاعت الفيسبوك او التويتر؟ احنا جايين ليه؟ جايين حق الست هنا تاخده تالت ومتلت شايل سبورت والكلام ده مش يعني شايل سبورت للراجل والست، مفيش حاجة اسمها ست والراجل، اللي بيعمل دخل اكتر هو اللي بيدفع واللي المحكمة تحكم له بالعيال، وانا قلتها قبل كده المحكمة تحكم له بالعيال بياخد الشايل سبورت هو. ليه؟ جاي انت تشوف ستاته تشرب وهي ممكن اي حد يضحك عليها، ولا جاي تشتغل بدوامة الحياة والشغل والتقطيع والروح والجي وتهمل نفسك وتهمل بيتك؟ انا عايزة بيت كويس، عايزة عربية اخر موديل، عايزة اروح اصيف في حتة كويسة. على فكرة يا جماعة انا مش لاقيين مكان نعمل في الفيكيشن، قولوا لي اروح فين، دي اول نقطة. كده يعني ده كله يا جماعة مش هيسوى ان عيالك تبقى يعني تقول انا بكره ابويا وامي او انا مش قادر اعيش معاهم. ما هو هيجي 18 سنة هيروح فين؟ اقول لك ده نار بره ولا جنتهم هم؟ مخنقات، الخرس الزوجي، المشاعر مش موجوده، كل ده ضريبه الهجره. ده ضريبه ان انا عايزه اوفر حياه كريمه. وكل ما بيزيد القرش كل ما الانسان بيتغير. كل ما بيزيد القرش ويقدر يحقق حاجه في وقت قليل كل ما الانسان ده بيتغير مهما يكون ايه. طبعا كل واحد باصله وطبيعته والكلام ده، بس لازم هتتغير حته جواك. انا عن نفسي انا بقول انا حته المشاعر بدات تموت جوايا. حتى ماما بتقولي لا، قلت لها لا ماما انا بحس ده حته المشاعر بدات تموت جوايا. يعني ما تلاقي عيل بيقع في ايه ما يقع، لو كنت اجري واشيل واحط هيقدر يقوم. انا ده بالنسبه لي انا بدات اموت من الحته دي، ده انا خدته من الغربه. فكر بقى الاهل مع الزوجه ده عايشه في خربني او دوخ، او طبعا المشاكل بتيجي من لو كانت سبيشال هو هنا وهم في مصر وهم شايفين الفيسبوك والحاجات اللي بتحصل، هم ما شافوش حياتك. يعني انا امي لما اجي مثلا اقول لها انا ماما تعبانه ومتمرمطه والكلام ده، ممكن ماما تقارن بيني وبين حد تاني يقول ده فلانه متمرمطه اكتر عنك، بس امي ما شافتش بعينها انا شايفه ايه هنا. هي بتشوف مدة المكالمة اللي انا بتكلمها لها، لو مرة كل يوم ولا مرة في الاسبوع هي بتشوف ده. فده برضو جزء من المشاكل اللي بيحصل، ان اهل الجهتين مش شايفين اللي بيحصل، فده يقولك ايه ده متمتعة، ده راكبة ومدلدلة كده. يعني بيتكو ده اسركو ده حياتكو ده مستقبلكو. انتوا جايين امريكا ليه؟ جايين تتخانقوا ولا جايين تحبوا بعض؟ الواحد بيبقى عايز في اخر اليوم اللي يجي يطبطب وياخده في حضنه ويقول انت تعبت النهارده، لما هي طبخت اكله مش حلوه بدل ما تقولها الملح ناقص الكلام ده ليك يا هاني على فكره عشان حكايه الملح، تقولها عشت ايديك يا حبيبتي تحط شوط ملح عندي مالو يعني، واحد عندها حصوه كده وانت عندك ضغط ليه تحط ملح؟ حاجه غريبه والله. يعني مش هجري حاجه لو في يوم جبت اكل وانت جاي من بره. الست اللي جوه حتى لو هي ما بتشتغلش هي اكيد تعبانه. انت جوزك جاي من بره تعبان، هو محتاج اللي يطبطب ويقول له تعبت النهارده حبيبي، مش يعني انت بتعمل ايه يعني ما الرجاله كلها بتعمل كده. وانا بقول الكلام ده لنفسي قبل كل ان انا برضه بعمل كده، كلنا ستات كلنا بنقع في الحته دي. بس يا ريت نلحق نفسنا قبل فوات الاوان. الدنيا رتمها عالي جدا هنا. ريكة حلوة وحياة حلوة والخضرة حلوة ورانا هي والمناظر والتراش ده سيراميك على فكرة. بس احنا بنعمل ايه؟ احنا هندي ايه لولادنا عشان يفتحوا بكرة بيوت؟ اتمنى الحلقة تعجبكم واستنونا في حلقات تانية جاية كتير من هاني وماريا في بلد الامريكا. باي باي.